كتصور يا اخوان الصوره عندنا نتجو الولايه العام الزملاء هادشي اللي كاين يلا نمشيو للولايه الصوره عندنا مزيان حاجه سيد الوالي ويشوف على البنك كاملين صافي كيهدونا يا اخوان البرطاجيه ماشي رئاسه حنا عبد الله على مالك حنا بلا علينا الله يرحم عليك دابا ديما ديما شوف كنقول لك واش شكون الناس البرتاجية سيدك وهذاك الشيء علاش جايين نفضحوه بصح سيدك ما تنشدوش من عنده جايين نفضحوه سيدك سير في حالك الميكرو والبلطاجي سلمية باش وكيدير لنا العصابه كيهددنا بالعصابه هذا اخا راه شايل الله هني هذا رئيس الجماعه برنامجي كينصب على الناس وكيديروا الاراضي ديالهم بالنصب ثلاثه ديال الانصاب كينصب على الارض بان هذه ارض جماعيه وكينصب عليهم وكيديروا الاراضي ديالهم هذه مساحه خضراء هذه فيها طريق هذه فيها كل شيء ولا عندنا مدرسه بلا فيها 16 مبنى
هالدليل ديالها فين راه؟ بلا فيها 16 موبل ومدرسه فين داها؟ داها عند دوار صباطي. هاي فين راها؟ هاي الرخصه فين راها؟ احنا درنا بها شكايه امام السلطه المحليه ولاية هذا محكمة الاستئناف ولاية فأس عنده رخصة بأن زمن العصابة في الولاية 2016 هاي فين راها عنده رخصة ديال الحسابات دابا كنطالبوا الحسابات ديال السيدة زينب العدوي كنطالبوا لها بان حسابات 2014 ديال 2015 حتى 2001 ما كنطالبوا هذا السيد هذا كنسمع الناس الماء اللي طلب رخصه الماء خصك 4 مليون حتى 5 مليون طلبت رخصه ديال الضوء 4 مليون 5 مليون رخصه ديال البناء هكا كذلك هذا السيد هذا ما بقاش كي كان ولا هو اللي كيحكم ولا هو فول الطيب هو مالك هذا رئيس الجماعة وبرلماني سيطر على القبيلة تنقل المخزن هذا رئيس الجماعة رئيس الجماعة برلماني والصاب كيسمع الناس كيدير الاراضي ديالهم كتعدى عليهم كيدير اراضي ديال عباد الله ويدرك الطريق في البلاد وعنده غراض ويسمع الناس ويسمع واحد السيدة سميتها دريسية دالها 1100 متر باش بالنص قال لها نعطيك 5 ديال البراطم التالي قايد عليها 300 مليون ما عطاها حتى حاجه راه مسرده مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله ما عندها لا حنين ولا رحيم غير الله بان السيد هذا وقع فوق القانون هذا الشيء هذا راه كيطلب واهلي فيه كنطالبوا سيدنا الله يطول عمره ويزيد في مولاده والله يشافيه ويشدنا في والي العهد مولاي حسن يشوف هذا القهره اللي راح فيها ولا الطيب هذه راح القهره ولا الطيب القهره عباد الله وسيطر على قبائل لا ضوء لا ماء لا طريق لا واد الحار لا سبيطارات لا مدارس فين هذا السيد هذا السيد هذا كيدير غير برنماني برنماني شفار هذا شفار قطاطعي نصاب كينصب على عباد الله امام عباد الله وهاد الناس المسؤولين اللي مسؤولين في البرلمان ومسؤولين في الدوله العلويه خصهم يقوموا بالعمل ديالهم حنا المواطنين حنا مضرورين اكثر من القانون حنا كنضروا وكنطالبوا بان كل واحد مواطن يعطي حقه لا من الماء ولا من الكهرباء ولا من البناء ولا من كل شيء ولادنا ما عندهمش يقراو ديال المدرسه بعدها 5 كلمات 6 كلمات هرنا جريفات جريفات 25 كلمات وبعدين على الطبيب وبعدين على المدرسه وبعدين على القياده هذا ماشي قوم هذا مصيبه هذا الراجل كيدير هذا ولا خرق القانون مابقاش كيتعدى على المسكين كيتعدى على الدرويش السلام عليكم خويا انا ساكنه في ولا طيب جالسه بلا ما بلا ضو فيما نطلع عند الرئيس ما تيبغيش يعطيني الماء والضو واش حنا هاد ولا طيب محقنا نجلسوا فيها ولا فيما تهضر معاه تيوقف لك البلطاجيه ما يمكنلكش تهضر معاه شكون اللي غيعطينا الماء والضو جالسين واخدين الضو غير عند الناس والاكثريه خاويه انا مولا طيب ما عندي لا ما لا ضو فيما نهضر فيما نبغي الماء والضو تلقى مشكل كنلقى مشكل واش محقنا ولا طيب ديالنا نستعمروها نسكنوا فيها ولا ماشي محقنا وحنا كنطالبوا سيدنا الله ينصر سيدنا وحنا كنعيطوا على سيدنا وعلى الملك ديالنا الله يخليه لينا واش حنا عندنا حق نجلسوا بلا ما بلا ضو لا مدارس لا ما لا ضو لا جرادي لا حتى حاجه وهادشي كله كنطالبوا حنا بالماء والضو فقط بالموضوع كنطالبوا من غير شي حاجه ما كنطالبوش بها واش ماشي محقنا حتى حنا نضويو عندنا براطمنا عندنا كلشي ما يمكنناش حنا نشعلوا حتى حنا بوله ما يمكنناش نطلقوا روبيني ديالنا الا كان ماشي من حقنا هادشي صافي نمشيو بحالاتنا نخويو هاد ولا طيب نخويوها